عايزين مساء الخير، يشوقوا سمعتهم. متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة متابعين ربنا معاكم يعطيهم من الرحمة محكمة جنايات صح؟ بنها، واليوم عشان تنظر يستحملوا محكمة يبقوا جنايات بنها، أو يعني نظرت محكمة جنايات بنها قضية هامة شغلت الرأي العام في غصون عام 2023 في شهر يناير، مقتل الغفير في أثناء عمله في جنينة كان بيحرسها. واليوم بتنظر محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال رئيس المحكمة القضية الهامة والتي قررت تأجيل الحكم لجلسة غدا لنطب الحكم. هنعرف النهارده تفاصيل القضية كلها من زوجة المجني عليه ومحامي المجني عليه ونجله. السلام عليكم. السلام. البقاء لله وإن شاء الله حقه يرجع ويكون في قصاص عادل. قولي لي يعني القضية كان فيها ايه وانت بتطالبي بايه؟ القضية كلها محامين عم يتكلموا في كلام فارغ، بيشككوا في الطبيب الشرعي، بيشككوا في اوراق وكيل النيابة كمان. القضية قال لهم دي حاجات كلها تافهة مالهاش لازمة، مش الحاجة سواء سمعة جوزي يقولوا ده كان بيجيب لنا حريم، جوزي مات 93 في الجنينة ديت محترم وصاحب الأرض بيحبه وصحاب واللي جيرانه كلها بيتحبوا هناك، هو اللي بيطوعهم في الحاجات الوحشة كانوا ده هيموتوا. هما طلبوا منه مره واتنين طردهم، هو طردهم لو بيهودهم كان ازحوا له من على السور. كانوا دخلوا له عادي. الله ينور عليك، ازحوا بعد العشاء من على السور وجوهم لقوا صاحبه قاعد ما بيشرب شاي، خدوا صاحبه وخرجوه بره بالعافيه وراحوا راجعين له مستفردين بو خمسه يضربوا فيه ضرب هتنفذ اللي هنقول لك عليه، قال لهم لا عمري لو هموت. اخر ما زهقوا ضربوه بالنار لما شبع في ضرب، هو لو بيهودهم كانوا ضربوه وموتوه، هو لو بيهودهم على الحاجات الوحشه كانوا موتوه، ده كانوا هيحبوها اكتر، لكن هو طردهم مره واتنين من القلب الجنينه، راحوا اسحلوا بقى من غير ما هم يضربوهم. لو قاعد مع صاحبه لو بتاع حريم مش كان لقوا معاه حريم؟ كان شغال في الارض دي بقاله كام سنه؟ 3 سنين والناس كلها بتحبه هناك، وصاحب الجنينه الحاج مجدي نائب في البرلمان اللي هو في مجلس الشعب قايل اقواله في النيابه ان الراجل ده محترم، بقاله 3 سنين ما شفناش حاجه منه وحش، وما خدتش فلوس ولا كسبت من الجنينه الا لما ساعه ما ناصر قعد في الجنينه، ما بقاش تنسرق ولا بقى فيها حاجات وحشه زي الاول. المرحوم كان عنده كام سنه؟ 48. بتطالبي بايه؟ بتطالبي بايه؟ بطالب بده حق دمه، هو اللي مزعلني جوزي، الفلوس مش عايزين فلوس، احنا عايزين حق دم جوزي اللي راح غدر ده، لما خمسه يتلموا عليه كده يسبعوا فيه ضرب واخر المتلم يموتوه، خمسه يستفردوا بواحد عشان ما ينفذش طلباتهم شبعوا في ضرب وموتوه. لو هو بينفذ لهم طلباتهم هيزحوا من على سور الجنينه؟ هياخدوا صاحبه بالعافيه يمشوه؟ كانوا بيتعاملوا بقى على طول زي معاملاته لو هو بيتعامل معاهم. صاحبه شهد قال له قال ما احنا قاعدين على بخت هم نزلوا بضرب النار علينا على طول، مشوني طردوني بالعافيه مشوني ويرجعوا استفردوا بصاحبي. عم ناديت لاي حد او رجعت لصاحبي لقيته ميت. ما لحقش صاحبه ينقذه. لا ما لحقش. تمام، حضرتك بتطالبي بإيه؟ بطالب بأعرف عقوبة لهم الإحدين، الخمسة. الخمسة عشان يبقوا عبرة لغيرهم، محدش يفكر يموت حد. تمام. ابن حضرتك ده؟ حسين. إسلام؟ حسين. حسين، أنت خد المايك. أنت ابن المرحوم ناصر الكبير صح؟ قول لي يعني اللي تعدوا على والدك وقتلوه دول أصلاً أنتوا تعرفوهم؟ لا. يعرفوش. ولا شفناهم قبل كده، مش مصاحبينه ولا اي حاجه ولا عمركم شفتوهم معاه؟ لا عمرنا ما شفناهم خالص كمان، ولا مع ابويا ولا مع اي بص، ولا شفتهم في حته خالص، ولا شفتهم بص ولا هنا ولا هنا، ولا اعرف عنهم اي حاجه، ولا شفتهم اصلا في المكتب. اهاليهم بقى رد فعلهم ايه لما عرفوا ان ولادهم ارتكبوا الجريمه دي؟ ليه؟ اهل المتهمين ما شفناهمش، دول تواصلوا معاه بعد الجريمه؟ هم لا بعتوا لنا ناس في الاول. أول قضية قالوا عايزين فلوس ونقول لهم مش عايزين فلوس. أبو اللي قتل جوزي هو والولد تاني. واحد منهم. بعتوا لنا راجل من بلدنا صاحب أبويا، صاحب أبويا يعني راجل كبير في السن. قالوا روح لمراته ونديها فلوس وتعود عن جوزها، قلت له لا، إحنا كده كده فقراء، ولا عايزين نتغنى ولا عايزين فلوس، أصل الفلوس هتبقى متعصب الدم. وأنا هبقى مستريحة العمر كله. يبقى فلوس دم جوزي هصرف فيها وآكل منها؟ متعصب الدم؟ قلت لا. تمام، بتطالب بايه؟ طالب اعدامه. اعدام لنا اعدام انا ماشي.
عشان يبقى ابره لغيرهم، ابره لغيرهم. شايف ان حكم الاعدام هيبقى والدك مرتاح في قبره لما يتحكم عليهم بالاعدام؟ اللي موته خد جزاء عشان اللي يشوفهم ما يفكرش يعمل زيهم، ما يموتش حد، عشان تاني مره ما يقولوش لا ده موتوا واتسجنوا وطلعوا، لا اتعدموا، يعرفوا اللي هيموت هو هيموت برضه. ان شاء الله باذن الله يكون في قرار عادل ويكون في حكم عادل ان شاء الله وحكم يرضيك باذن الله. ومعانا معانا المستشار، عرفنا بحضرتك. مع حضرتك تامر نجيب ابراهيم فانوس المحامي امام محكمه النقض. اهلا بحضرتك. اهلا بك. يعني النهارده كنا بنتكلم اول امبارح لما في اول جلسه لما اتاجلت للنهارده كانوا بنتكلم ان المحامين الخصم كانوا دافعين بدفوع وكده. القاضي حضرتك ما دام بتقول ان هم رفضوا الدفوع دي، يعني حضرتك شايف الحكم اتجاهه ماشي ازاي والقضيه ماشيه ازاي؟ والله اللي حصل النهارده في الدائره الثانيه جنايات بنها ان زملاء المحامين اللي حاضرين مع الجناه كلهم أبدوا ما لديهم من دفوع، وانتهى الأمر إلى أن قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوة لجلسة باكر للنطق بالحكم. أما محتوى ما سرده محامين الجناة لا يختلف تماما عن جميع القضايا الدم. النهارده من قديم الأزل وإحنا والمحامين اللي قبلنا علمونا النهارده ان لما نيجي نمسك قضيه وبالذات محكمه الجنايات امام محكمه الجنايات بنيجي نشكك في الاجراء، فهم فعلا ابتدوا في التشكيك في الاجراءات وهم سواء سمعته لا ده شككوا في اجراءات الابلاغ عن واقعه القتل، ثم انتقلوا بقى عدلكم ثم انتقلوا الى تشكيك في سمعه المجني عليه، والكلام ده كله مش هنجد ان شاء الله باذن الله يعني له صدى امام المحكمه، لان محكمه الجنايات النهارده بتبني حكمها على اقتناع يقيني وعلى ادله وبراهين ثابته في الاوراق. انا النهارده كمحامي للمدعين بالحق المدني والمجني عليه عندكم النهارده انا قدام واقعه قتل في جريمه في جثه في عدلكم النهارده اطلاق عيار ناري في رجال الشرطة البواسل وخاصة وحدات المباحث النهاردة توصلوا إلى أن المتهمين الخمسة هم اللي ارتكبوا الواقعة. النهاردة حضرتك النهاردة لما نجد مثل هذه القضايا أن النهاردة ضابط المباحث مش هيجيب من المجتمع كله إلا الخمسة دول، إلا إذا كان النهاردة توصل إلى الدليل اليقيني بان هم مرتكب الواقع واعترفوا، وبالتالي النهارده لما نيجي نطلع على اوراق هذه القضيه بنجد في الصفحه 149 و150 في تمثيل جنائي في حضور وكيل السيد وكيل النائب العام وكيل النيابه ورجال الشرطه. النهارده جم الخمس متهمين لمكان الواقع فعلا وقاموا بتمثيل الجريمه بدايه من انهم يتخطوا سور الحديقه وانهم ينتظروا تحت احد الاشجار حتى يتيقنوا ويتمكنوا من المجن عليه، وقام المتهم الاول النهارده على حسب ما هو ثابت بالاوراق ان يقوم باطلاق عيار ناري اصاب المجن عليه في الرقبه مما اودى بحياته. فالنهارده القضيه اللي احنا موجودين فيها النهارده واللي حضرتك بتقول انها شغله الراي العام ثابت فيها في جميع التحقيقات سواء من النيابه العامه، وانا كمحامي النهارده ناقض بقالي 25 سنه في المهنه بقف احتراما للنيابه العامه والقضاء، لانهم عدلكم النهارده هو ثابت من قديم الازل ان هم رجال قانون رجال حياد، مش هيجاملوا النهارده سيده غلبانه زي ديت او ولادها او يجاملوا الغفير اللي هو القديم علشان خاطر يغيروا حقايق. الكلام ده كله احنا بنلعب عن سماعه. اما اللي ذكروا محامين الجناه بانهم يشككوا في سلوكيات المجن عليه، الكلام ده يسالوا هم عليه امام الله سبحانه وتعالى، لان الاوراق كلها خلت تماما ان المجن عليه كان سيء السمعه. الراجل النهارده زي ما قال الزبط بيشتغل من 3 سنين، النهارده ساب قريته اللي هي في قريه تبع مركز كفر شكر اليوبيه وجم مركز بنها النهارده وبقاله 3 سنين بيستحمل السفر والعناء في الشتاء والبرد والحر علشان خاطر يكسب قوت يومه بعرق جبينه. النهارده مش هصدق انا كشخص طبيعي مش رجل قانون وبس
شخص طبيعي ان الراجل ده هو اللي بقاله 3 سنين ومفيش حد من جيرانه النهارده شاهد عليه اي دليل او اي وقعه سابقه خلال ال3 سنين ان هو بيرتكب هذه الافعال، وما ويجي كانش النهارده يقول لي كملوا لحد دلوقتي ان يشتغل عنده. بالظبط كده، بالظبط كده. النهارده انا راجل صاحب الارض، النهارده انا صاحب ملك وشغل اي واحد عامل منصب، مش هيسوء سمعته في حد عنده. بالظبط كده، بالظبط. يعني انا النهارده لو هشغل واحد حارس في حديقه مش هجيب عيل مسجل، مش هجيب واحد عليه النهارده احكام زي ما قدموا قدام المحكمه. ده النهارده عاملين المفترض ان هيحافظ على الحاجه بتاعته، مش هجيب واحد حرامي يسرق حاجه. وقايل في اوكاله، قايل في اوكاله الحاج مجدي ان ناصر محترم وجدع وكل الرجوله فيه. تمام، شكرا لحضرتكم، ان شاء الله يكون في قرار عادل. شكرا لحضرتك مع المستشار. شكرا. متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان، تابعنا مع حضراتكم اليوم مع زوجة المجني عليه ومحمد مجني عليه ونجله ونجل المجني عليه في قضية هامة نظرتها محكمة جنايات بنها، حيث قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال وعدوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدي وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد بتأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل غفير خصوصي لخلافات بينهما في دائرة مركز بنها لجلسة غدا للنطق بالحكم. وبكده تابعنا مع حضراتكم متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان قضية هامة نظرتها محكمة جنايات بنها اليوم. شكرا متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان.